دونا هانكاب تو تسويد على كاب اف ام تخلتنا للستة و17 دقيقة. تحيتي لكم مستمعينا وين ما كنتم في الاستماع. خلتنا لقية دبارت اليوم شاف مين عسلامة. اهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين كاب اف ام الكل، وان شاء الله يكونوا في صحة جيدة وعافية. كيف حالك يا شاف مين؟ شنو اخبارك؟ شنو مسوي؟ شنو الامور الكل؟ سافا لاباس؟ والله الحمد لله، كي الناس الكل في فورما ولاباس الحمد لله. فما مطر في تونس، تشوف الطقس بدا يتحسن ومزيان، بدا يتحسن الطقس وبدينا نفحوا به ان شاء الله. فوالا ما فماش مطر شاف مين، ما مش مصاحبه في تونس غادي الاجواء سافا الامور مريقله. والله فما شويه مطر، فما شويه مطر موش اللي الحمد على فيلمي شويه شويه كل مره آمين. شويه وتقص سما سافا لاباس. يلا كيما العاده دونك عشي في المود مع الطقس نتاعنا البنين. شاف مين السلوغون نتاعو ديما تكون كان دبارة خفيفه بنينه سهله وطيب في ساعه في ساعه يا بابا. اليوم دبارتنا بنينه على ثمان زاد. يلا مرحبا بكم الناس الكل في دبارة اليوم. دبارة اليوم، دبارة اليوم. اي شاف مين شنو لونطري نتاعنا بالنسبه اليوم؟ اي لونتري هو معناها باش يكون الاوروبيان ان بوتاج دو بوم دو تير على لونيون. اي بطاطا وخل، ياخذوا كلمه بطاطا نتاعنا جايبين بطاطا نخلطوهم معاهم شويه خل، يهباو شويه هكا بعد نرحيهم. بعد ما نرحيهم ياخذوا كيما نقولوا نحن 50 غرام فارينه 50 غرام زبده، نخليوهم مع بعضهم في مرميته هكا. اي بعد نبداو نمرقوا فيها بشويه بشويه. نتحصلوا على بوتاج كريمو هكا شوية معناها شوية كما نقولوا نحن، ناخذوا قد البطاطا اللي رحناها وإلا القلب نخليوه يتحل في الماء مع الفرينة والزبدة اللي حضرناها ونفوحوها. هنا كان ملح وشوية فلفل أكحل ونواد مسكات، ومن بعد في الأخر بالكل نحطوا لها غير كتير كريم فريش ونحلوها مع بعضها ويكون هكا أن بوتاج كريمو كما نقولوا نحن خفيف سوري. فوالا ويعمل 66 هذه هي. هذا بالنسبة للبوتاج نتاعنا لونتري نتاعنا. سينو في سويتش في مين شنو عندنا؟ السويت نتاعنا باش ندلو الصغيرات نتاعنا مع البوتاج هكا يلزمنا حاجات قوينة. ناخذوا دي بيلون، دي بيلون قطع الدجاج صغار باش نحيو لهم الزبدة نتاعهم باش نعملوهم باني. ناخذوا كيما نقولوا أربع كعبات بيلون من بين الأربعة للستة خاطر أكلهم الأكلة نتاعهم سهلة في الحقيقة. لهنا الفاط تاع الدجاج نحيو لهم الزبدة ونجرحوهم شوية من فوق ونفوحوهم ملح وفلفل أكحل وشوية كليل وزعتر. بعد شنو باش نعملو لهم؟ باش نكسيوهم شوية، نحطوهم في أول حاجة نحطوهم في الفارينة ومن بعد في العظم ومن بعد نعاودو نحطوهم في الشابلور. ونسكروها مليح مليح ومن بعد نسخنوا لهم الزيت ومن بعد نسخنوه بعد نقصوا في الغاز نتاعنا نقليوهم كالعاده. بعد ما تقليوه كي يبداو يتقرمشوا كروكون مع الفريح اللي حاطينه في وسطهم يبداو طيبين. هذاك علاش نجرحوهم هكا الكليل والزعتر يا شيخ مين، ما يتقليوش ما يتحكوش من برا يقعدوا نايين من داخل. هذا بالنسبه للفيلون. نعملوا لهم صوص طماطم نتاعنا باش ناخذوا هنا كعبتين طماطم، جرين فلفل، ثوم، بصل، هذوما كلهم باش يترحاو مع بعضهم في الروبو يترحاو مع بعضهم، ومن بعد نحطوا معاهم غير الزيت ونخليوهم ونخليوهم هكا ونمرقوهم بشويه ماء ونعملوا صوص مع الفينو مع فريت. عندنا كعبة فريت نصفوا الفريت نتاعنا مازال ما قلينا الزيت، الزيت ما موجود للفينو هكا بس نزيدوا عليه شويه زيت ونقليو فيهم البطاطا فريت. يكون عندنا صحين فيلون باني مع الفريت مع الصوص مع البوتاج او كعشينا خفيف وسهل. خفيف وسهل وبنين سورتو شاف مين. ما تعاودش تذكرني بربي بك الكليل والزعتر والبنه هذيك كل. يلا بي سينو شو عنا في الديسير شاف مين اليوم؟ اي الديسير باش نعملوا دي فيرين دو شوكولا، كيسين تاع شوكولاته دي فيرين دو شوكولا يموت سهله اللي هي باش ناخذوا المورانج نتاعنا باش نعملوا المورانج نتاعنا ناخذوا دو مرد عظمتين عليهم 60 غرام سكر نركضوهم مليح مليح تولي عندنا في مورانج. ناخذوا معها كيما نقولوا 100 غرام كريم فريش ولا كريم ليكيد، ما نعملوش الكريم ليكيد السائله، الكريم فريش السائله، نعملوا كريم فريش العاقده اللي هي 100 غرام نركضوها مليح مليح نخلطوهم مع ابيض العظمه وتكون عندنا هكاك شوكولاته ذايبه في نفس الوقت. نذوبوا الشوكولاته نتاعنا على الباماري
وخلطوها معاهم كل تولي عنا يموت الشوكولا، صبوها في الكيسان ونذروا عليها فوقها، نبص عليها شوية شوكولاتة ونزينوها، يكونوا عنا ديفيرين للشوكولا مزيانين، نحطوهم يبردوا لمدة نص ساعة في الفريجيدير، ومن بعد ناكلوهم صحة بشوية، يكون عنا ديفير مزيان وينشط زادة يعمل 66. يعمل 66 كيف الفيرين شوكولا للديسير نتاعنا ولا للسهريه كما العاده شفني باهي. سينو نعاودو نذكروا المستمعين نتاعنا بتبرتنا لليوم، دونك الطاوله اليوم معبيه ومشخشخه وفيها برشا حاجات عندنا ما ناكلو اليوم شفني باهي. يلا سينو لونتري نتاعنا مع البوتاج، دونك ناخذوا البطاطا نسمتوها هي والبصل، من بعديك نرحيوهم ونزيدوهم 50 غرام فرينه و50 غرام زبده، نقليوهم الكل مع بعضهم في المرميت، نزيدوهم الملح والفلفل الاكحل والكريم فريش، وبالطبيعه لين تيب البوتاج نتاعنا. سينو نعاود نذكر ديما تفاصيل اكثر فاكثر تلقاوهم على الباج فيسبوك نتاعنا غاديو كاب اف ام، الانستغرام ولا حتى اليوتيوب، زاد تلقاو تباره كامله. هكا خلطنا السويت نتاعنا لي بيلون نتاعنا، اربع فخيذات دجاج نحيوا لهم الجلده، نجرحوهم بالطبيعة باش الزيت يتغلغل في وسط اللحم يا شفامين، برجولية نفوحوهم بالكليل يا شفامين والزعتر يا شفامين. لازم أخوي لازم لازم ندلوا رواحنا يا شيف. أي وذرة الملح هكا يقول لي سقر، أي على 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 يدين بوريك ها اي فوالا. دونك نحطوهم الكل في الفرينة، فوالا نحطهم اللول في الفرينة، بعد كا صحيفها العظم الاصفر نتاع العظمه كهوش يا فيمين والعظمه الكل. لا عظمه كامله، عظمه كامله نحطوها في صحيفه صغيره فوالا، ومن بعد نكملوا نخدموها بالشابلور، نقليوهم الكل في الزيت هكا يكونوا حاضرين، نزيدوهم ندلوا بعضنا زاد ندلوا روحنا اكثر فاكثر، نزيدوهم الصوص طومات اللي هي كعيبتين طماطم قرين فلفل، البصل زاد لازم يكون موجود، نرحيوهم الكل في الروبو، ومن بعد نحطوهم نمرقوهم الكل مع بعضهم بحكم الزيت مازال سخون، دونك نجمو نزيدو هكا كعيبات فريت نطيبوهم ويكونوا حاضرين هكا موجودين لي بيلون تاعنا مع الصوص طومات وكالفريتات موجودين فوق الطاوله. هكا نخلطو الديسير نتاعنا وكيفاش باش نعديو السهريه مع الليفيرين هذوما تنكتشفوا بعد شويه مع كابتي الفيلم شلون الفيلم نتاعنا الليله. سينو الديسير نتاعنا لليوم ديفيرين شوكولا، دونك باش نحضروا المرانغ نتاعنا، كعيبتين عظم، 60 غرام سكر، 100 غرام كريم فريش، نركضوهم مع ابيض العظمه ابيض كهو قلنا شايف مين، نذوبوا بالطبيعه الشوكولاته نتاعنا ونخلطوهم الكل مع بعضهم ونصبوهم في الصحافي نتاعنا ولا الكيسان ولا وين نحبوا نحطوهم احنا، ونزينوهم من الفوق بك الشوكولاته وكل الدليل نتاعنا الكل بالطبيعة. اسمع التشيدي انا نعرفها للصغيرات، خلي الصغيرات الكل تبدع في التزيين. اسمع حط يا شيف امين، نحطوا احنا لي مورانغ ونحطوا لي فيرين نتاعنا شوكولا، وهما خليهم يزينوهم الفوق باش يحبوا هما، سينو نحطوهم يبردوا لمده 30 دقيقه في الفريجيدير وناكلوهم صحه وبشفي لينا. هكا كانت تبرتنا لليوم، ميرسي بوكو ليك شيف امين. عايز تبارك الله فيك، وان شاء الله ودينا السادة المستمعين بريتات مزيانة، ونسلم مع الكيب كله على المستمعين. يعطيك الصحة شاف مين، ميرسي بوكو ليك، دونك رد بالك على روحك، طريق سلامة كان في الطريق، وخليك معنا ديما في دبارة جديدة، إن شاء الله غدوة باش يكون معنا شاف مين في دبارة اليوم، دبارة جديدة ساهلة بنينة كيما اليوم، هذه دبارة اليوم.